كل تقدير واعتزاز أرحب بك سعادة السيد عثمان شريف الرئيس رجل الأعمال في برنامجي من ذاكرة الغرفة، ضيف عزيز علي. يا هلا ويا مرحبا بك، الله يسلمك. الله يحفظك يا أبو طارق. طبعا هذا البرنامج يوثق سير رجالات مملكة البحرين، واليوم إحنا لما نوثق سيرة الرجال دائما نذكرك بالخير يا أبو طارق، ما على إسهاماتك اللي قدمتها للبحرين وللبلد في مجالات كثيرة من نواحي الحياة، لكن اليوم إن شاء الله راح ننطلق من مسقط رأسك من الحد بالتحديد في 19/12/1953. عيشني معاكم مع المشاهدين يا أبو طارق هذه الرحلة الجميلة من حياتك. خلنا نأخذ الحد، نعم، ملامح الحد، فرجان الحد، فريجك اللي أنت يعني ولدت وترعرعت فيه. نعم، طبعا مثل ما تفضلت تاريخ الولادة كان 19 ديسمبر 1953. طبعا فرجان الحد، الحد كانت الأول، يعني كانت فرجان على حسب العوائل اللي مساكنة فيها، وكان مقسمة إلى شمال وجنوب وشرق وغرب. فمعظم العوائل اللي موجودين، لما احنا نقول لو ان احنا ساكنين شمال، لما يقول لك العوائل الثانية انت وين ساكن، يقول لك ساكن انا جنوب. أي طبعا انولدت وعشت طفولتي في مدينة الحد وفرجان الحد، وكان بيتنا في فريج المسلم. الوقت الفترة في ذيك الفترة كانت الحد يعني يحدها البحر من كل جانب، وكانت معظم البيوت اللي موجودة هي مثل ما يقول سدرة والسيف على طول على طول. يعني احنا بيتنا كان على البحر على طول على السيف، وكانوا فاتحين باب خلفي اللي هو حتى أحيانا ساعات بداية الشهر ولا نص الشهر لما تسقي الماية دش عليك المياه الدح داخل. وكنا في هالفترة يعني حتى طفولتنا عشناها بين البحر وبين الفرجان. أحيانا في يعتمد على حسب الأوقات والمواسم، ولما الماية تكون سقي أنت سبح، ولما الماء تكون ثبر نروح نلعب الكرة في البطح، ونشكل يعني فريق ونلعب الكرة. وأحيانا في الفرجان يا نلعب الألعاب هاي الشعبية المعهودة. يعني شكلت فريق كرة قدم ذاك الوقت؟ ذاك الوقت الله يسلمك ما في فريج في الحد ما سوى فريق كرة قدم، كل خمسة يتجمعون يسوون فريج بالضبط، ونتواصل مع الفرجان الثانية ونلعب وياهم مباريات. فأحيانا نلعب في المناطق المفتوحة، وإذا ما حصلنا يعني نستقل فترة لأن الماء يثبر والبطح نروح البطح ونلعب في البطح. زيت شرطاتكم تجهيزاتكم وين تجهيزاتكم؟ هذه الله يسلمك كنا أحيانا شو نسوي بعض أنت حاطط وذاك الوقت نقول لهم الأنتين والأربعانات، وعندنا كل واحد عنده فانيلة بيضة نجيبها ونشتري الأصباغ هاي التشويت ونشوت الملابس ذي ونرقمها. ويعني وبس ومتعة يعني بالنسبة لنا كأن يعني شيء عود. نعم بعد الأول بعد مثل ما تقول كرة كل هذه اليلدة هذه بعد ترس ماي ساعات طيقة والعافية. أي نعم. هذه الفترة طبعا كانوا ويانا مجموعة من الربع اللي أصدقاء اللي كانوا وياي في سنة في جيلنا في الفريج من عدة، فكنا نطلع ونروح ونيجي ونتزاور، يدش بيتي ودش بيته، وأحيانا ساعات التغدى عندهم ولا التعشى عندهم. حياة بسيطة، نعم، عادية. يعني احنا الجيل ذي عشنا المرحلة ذي، وكانت تقريبا هي الفترة اللي يمكن ذاك الوقت اللي ما انتقلت الناس إلى يعني نقول نهاية جيل الطيبين. الله يسلمك اللي يقولون احنا ما نقول جيل الطيبين يعني معنات الحاليين والطيبين. نعم، نعم. لكن نقول يعني الحياة كانت بسيطة. يعني الفترة اللي احنا نقول ان اللي كنا ننام فيها فوق السطح. عشت ذي الفترة طارق؟ عشت جزء من هالفترة ذي، وكنا في طفولتنا يعني. وأحيانا يعني أنت تذكرها وانتحسر عليها الصراحة.
تتحسرون عليه؟ نعم على, 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 على الفرق اللي يصير الآن تحسر على, 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 على البساطة. أي. على البساطة والفترة ذيك يعني ما كانت عندك هموم. أي. وكنت عايش البساطة ذي وعندك ربك راحت البال, راحت البال, راحت البال. نعم. نعم. وذاك الوقت اللي كانت التلفزيونات ما كانت موجودة في كل بيت. نعم. فكان التلفزيون موجود في تحصل في بعض البيوت الناس المقتدرين بعضهم, وكنا نزورهم ويزورونا ونشوف هال تلفزيون. المسلسلات والتي ذاك الوقت ما في الا ارامكو, ما كانت الا ارامكو ابيض واسود وعلى الساعات وساعات محدده. أي. اللي هي تبتدي من المغرب الى اخر الليل وبعدين تمن ويوم ثاني نعيد الكره. وكانت البرامج هذه اللي كنا نشوفها برامج الاطفال وبعض المسلسلات. هذه من 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 جانب. من جانب آخر أيضا عندنا ذاك الوقت, ذاك الوقت ما كانت المياه ما كانت موجودة. نعم. مسلكة للبيوت. فكان كنا نستخدم العيون, العيون اللي في الفرجان. نعم. موجودة. يعني مثلا فريج, نحن فريج المسلم. عين العين هذه. نعم. عين المسلم اللي موجودة, فكنا تلاقي الكل موجودين فيها في قسمين, قسم للنساء وقسم للرجال, في حاجز في الوسط. فالناس كلها تروح تسبح وتروح تغسل الثياب. نعم. والدوم وتنشره في المنطقة, ولا تجيبونه في بيوتهم ينشرونه. حياة كلش كانت بسيطة. إذا بطارق انتقالكم يعني لما تنتقلون أنتم كشباب, هل كنتوا تروحون المنامة, تنزلون المنامة تشوفون السينما ما سينما, ولا بس نطاق حركتكم الحد فقط يعني؟ في فترة الطفولة أثناء حياتنا ذي في يعني المرحلة الابتدائية ذاك الوقت وليلة إعدادية ما كنا ننتقل بروحنا كمجموعة. كنا نروح مع أهالينا. نعم. أحيانا. لكن يوم ارتقلنا المرحلة الثانوية فكنا كبرنا أكثر نروح مع الربع, نطلع نروح مثلا أحيانا السوق أو نروح نزور بعض الأندية. نعم. نروح نشوف المباريات اللي تصير. الأول كانت مباريات كرة السلة ما تصير إلا في رمضان, مسابقة الدوري سلة بس رمضان. ايه. في رمضان كان عجيب. وكانت الحد من الفرق القوية اللي. نعم. دائما متصدرة السلة, فكنا نتعنى تشجعون الحد. نشجع الحد طبعا. نعم. نروح. ايه. ويأجرون باص ويقولون حق اللي يبي يركب الباص ونروح عقب صلاة العشاء. وين كان يسوون الملعب؟ يسوونه على ملعب الثانوية في القضيبية. ايه. المنامة. نعم. المنامة. ايه. هذه أو إنه يصير على نادي العروبة قبل اللي هو نادي النسور عقب صار. هذه الملعبين الأساسيين اللي كانوا يصيرون شهدوا في مباريات كرة السلة. نعم. خلني أرجع إلى الطفولة بطارق. نعم. يعني بديت أنت أيضا في مدرسة الحد. نعم. لكن قبلها دخلت المطوع. نعم. طبعا هذه اللي في جيلنا كلهم. نعم. كلهم يخلون المطوع. من علمك؟ أنا الله يسلمك في عندنا المعلمة موزة. فكانت هي موجودة. وفي عندنا المطوعة. أنا رحت يعني مكانين. مكانين. في واحدة اللي هي قريب البيت في الفريج عندنا, وفي واحدة ثانية بعيد شوي. نعم. لكن ثنتين هم درسنا عندهم المطوعة. جاتك العصا ولا ما جاتك العصا؟ لازم هذه. نعم. هي لازم. وهي أنواع. نعم. مطارق المرحلة الابتدائية كنت. نعم. مدرسة الحد أيضا. مدرسة الابتدائية الله يسلمك في الصف الأول, أول ما دخلت المدرسة دخلت في مدرسة الحد الجنوبية. نعم. وكنت في البداية, وهذه أول سنة وتخبر يعني كانت بالنسبة لي غريب الموضوع, فكنت دائما متخوف وكنت دائما نصيح أقول يعني ليش جايبيني هنا؟ رجعوني. أي رجعوني. أي. وبروح البيت. نعم. وكذا. بعدين تأقلمت مع الوضع. في المرحلة بعدين من الصف الثاني إلى الصف السادس نقلنا إلى
المدرسة الحد الشمالية. من كان مديرها؟ مديرها كان أستاذ أحمد بقحوص، وهو كان مدير المدرسة، وكانوا في مجموعة من الأساتذة يعني القديرين اللي كانوا أتذكرهم مثل الأستاذ أحمد بديد المناعي. أي نعم. لا زال موجود، الله يعطي الصحة والعافية وطولة العمر. أستاذ محمد حسن كان درسنا الإنجليزي، أستاذ يوسف محمود. نعم. مدير مكتب. أي نعم. محمد. أي نعم. مبارك. أي نعم. بنايف. أي نعم بنايف. وأستاذ سالم بشر، وعندنا سكرتير كان أستاذ محمد جعفر، وأستاذ محمد عبد الأنصاري. يعني مجموعة ما شاء الله، كلهم أبناء الحد. صحيح. كلهم. نعم. يعني نعم. من الحد. وبعدين عقب ما تخرجت في 1966 من مدرسة الحد الشمالية، في 1966 طبعا عقب ما تخرجنا للمرحلة الإعدادية انتقلنا إلى المحرك، مدرسة طارق بن زياد. ما كان فيه في الحد ذاك الوقت إلا المرحلة الابتدائية. نعم. لذلك إن مو كانت من حصل صرف إن يعني مدرسة طارق بن زياد كانت جديدة توها، أول سنة تفتح. نعم. وكان مديرها الشيخ عمر الخليفة. نعم. الله يرحمه. وفي مجموعة من المدرسين البحرينيين والفلسطينيين درسنا فيها أول إعدادي وثاني إعدادي. فانتقالنا إلى المحرق ومدرسة طارق بن زياد تحديدا خلتنا يعني نكون علاقات وصداقات أوسع. نعم. مع مجموعة جدد من الطلبة. صحيح. بعدين انتقلنا من 67 عقب ما خلص المرحلة الإعدادية انتقلنا للثانوية، دخلت طبعا القسم العلمي، أيضا انتقلنا إلى مدرسة الهداية، أيضا توسعت الدائرة. نعم. ويون مجموعة كبيرة من من ربعك اللي كانوا معك؟ والله كانوا معاي مجموعة مثل الشيخ دعي بن سلمان. نعم. هذه كانت وياهم. اللاعب محرق الله يرحمه عبد الله السيد اللي توفى. نعم. وكنا بعد في مجموعة من الله يرحمه عادل العسيري، والمجموعة من دير عبد الله الحايكي من فريج الحياك. اليوم أيضا المجموعة ذي دائما ترى تتذكر وتتواصل ويانا. تتواصلون طول على هالمدة. أيوة والله في بعضهم على طول. كنت شاطر وطارق؟ والله الحمد لله، يعني كنت في دراستي كنت يعني دائما متفوق. نعم. كنت مهتم بالدراسة. وكنت مهتم يعني لأن في النهاية، ولذلك أنا دخلت القسم العلمي. والقسم العلمي معروف أنه هو يعني أصعب من الأقسام الباقي التجاري والأدبي، لأن كان طموحي أن يعني أيضا لما بيساعدني في تخصصي. قدمت فعلا في كلية الخليج الصناعي ذاك الوقت، عندهم إدارة أعمال، وفعلا هذه فادني. صح. وأصلا روحاتي ومرافقتي للوالد الله يرحمه في المحلات والعمل ساعدني كثير. نرجع أبو طارق إلى موضوع الوالد رحمة الله عليه، يعني عرفنا أكثر على الوالد. الوالد في بداية يعني حياة العملية هو كان طبعا يشتغل في السعودية، والفترة اللي كانوا يشتغلون فيها مجموعة من البحرينيين على خط التبلاين، في عرعر ورفعة. نعم. أي نعم. يعني حياة شاقة كانت. وذيك الفترة كانت سبل وسائل المواصلات كانت قليلة، فلذلك هو أيضا كانت عنده رخصة سياقة، فكان يروح ويجي دائما بالسيارات اللي كانت سيارة الشركة اللي تابع لها. وفي نفس الوقت كانوا أيضا مجموعة من البحرينيين اللي كانوا موجودين هناك في كان يتواصل معاهم ويوصلهم ويجيبهم. نعم. لبعض الوقت لما رجع البحرين وقرر أن
يتزوج لأن عمه لزمه أنه قال له أنت الحين كبرت وكذا ولازم تتزوج وكذا. فقرر هني أنه يستقر في البحرين بدل ما يكون هناك بدل ما يروح. نعم. فعقب ما أنهى ارتباطه هناك وتزوج في البحرين تم يروح اشتغل شريطي. نعم. يروح السعودية بين السعودية والكويت. أجيب أغراض حق التجار. نعم. ويأخذ منهم أغراض ويأخذ منهم يودي ويجيب. نعم. حسب رغبتهم صح. وطلباتهم. نعم. شريبون. فظل فترة على هذه. بعدين فكر إنه يكون إنه يستقر في البحرين بدل ما يروح ويجي. فاتفق مع ولد عمه اللي هو كان عنده محل اللي هو المحل الحالي في شارع باب البحرين. هو أول محلكم؟ هو أول محل لنا. نعم. وين مكانه يصير بالضبط؟ يصير في شارع باب البحرين بعد السوق المسقف. نعم. الأول كان في السوق المسقف. بعد السوق المسقف يعني كان في راع المتاي. ومشاهد راع المتاي مباشرة. نعم. وشنو كان اسمه؟ كان متجر محمد شريف محمد. هذه هو نفس المكان. وليه انتم محافظين عليها؟ هذا المحل الام. نعم. خير والبركه. خير والبركه. نعم. بدينا فيه. فكان ولد عم عنده هذا المحل وكان محل صغير جدا صغير يعني. ويبيع فيه الملابس الجاهزه. الاشياء الخفيه. فاتفق وياه على اساس انه يتشارك وياه. فتشارك وياه. وتموا اثنينهم في الشراكة ذي إليه فترة. بعدين ولد عمه تعب من الشغلة وقال أنا هذه الشغلة ما تناسبني الحين. شو رأيك إن أنت تأخذ المحل وتستمر فيه وأنا بشوف لي شغلة اللي هو أشتغل دريول عنده يأخذ له سيارة لوري ويشتغل فيها. فوافق والوالد خذ المحل وتم في المحل وياه الشغل في الملابس الجاهزة. وبعدين فكر ان المحل صغير خل شوي كبره فأجر القسم الخلفي اللي. نعم. كان مخزن. وتوسع في المحل. انا كنت دائما من الاخوان اللي الأكبر. انا الاكبر. نعم. وانا دائما اللي كنت يعني ارافقه واكون وياه في البداية. وبعدين الوالد يوم شافني ان انا يعني تمكنت من ذي تم يطلع يسافر. نعم. وأعطاك المسؤولية. المسؤولية. نعم. وخدت المسؤولية هذه والحمد لله رب العالمين يعني قدرت الفترة هذه ليه ما بعدين يا وإخواني طلبت منهم أن أيضا يتحملون جزء من المسؤولية ويواصلون معانا. فلا الحمد معظمهم اللي ياو عقب مثل الأخ وليد والأخ عبد الرحمن والأخ خالد التزموا. نعم. طبعا وقتها كان الأخ عبد اللطيف والأخ إبراهيم كلهم كانوا يدرسون برا والأخ عبد الله طبعا درس في البحرين عقب بعد أيضا لبعض الوقت ارتبط بعد أيضا معانا في العمل وكان في عندنا محل تجاري في شارع القصر لو العالمية الأجهزة الكهربائية وكان يمسكه مع الأخ إبراهيم. هل كان بس نشاطكم بطارق موضوع الملابس ولا اتجهتوا إلى أي شيء ثاني؟ في 68 بدينا نشاط جديد له خياطة. مجال الخياطة. وفي البداية فتحنا المحل على خياطين اثنين. أول ما بديتوا. أول ما بدينا. ومع الوقت بدينا شوي يعني نتوسع ويبنى عدد أكبر من الخياطين ومفصلين لأن كان في طلب ذاك. نعم. الوقت من الذي وكانوا محدودين المحلات. المحل الأول ما فتحناه اللي هو كان في شارع الحضرمي داخل السوق بعد. نعم. يم المحل. نعم. على أساس يكون قريب يعني. نعم. وهذه البدايات كانت في ذي. واليوم شفنا أن يعني لابد أن الإنسان يطور في تجارته
إذا يريد أن يقدم توسع ويقدم خدمات أفضل لابد أن يعني يكون يفكر في هالمجال مجال نعم. التطور. فانتقلنا من المحل هذه إلى المحل اللي كان في الأساس حق الأجهزة المنزلية اللي هو في شارع القصر. فتوسعنا فيه وكبرنا المحل لأن المحل اللي في السوق كان محل في مكان غير مناسب حق الجماعة اللي يجون خصوصا لما تعاقد مع شركات نعم. يواجهون صعوبة صح. في إيجاد مواقف في اليي داخل نعم. السوق حق المقاسات وحق اختيار الأقمشة. فهناك كان المجال مفتوح بالنسبة لهم وكانوا يجون وتخبر الأول السوق يعني السوق هاي شارع باب البحرين نعم. شارع يعني مثل ما تقول كأن اللي يقول لك إذا اللي السوق اللي ضيعت حصله فيه في السوق تلاقيني نعم. في السوق لازم يمر بين الشارع هاي شارع رئيسي وتنوع المحلات والأمور بالضبط والسوق نفسه عندك سوق البز ايه. وسوق التناكة وسوق الحلوة صح ترى كلها متقاطعين مع بعض كان نعم. وسوق سوق الأربعة وسوق الحدادة وسوق المقاصيص ايه. كلها في هالمنطقة هني بعد أيضا يعني كونت لي علاقات وصداقات مع الجيل نعم. اللي في سني ايه. من أصحاب المحلات التجار نعم. الموجودين مثل مين كانوا التجار في ذاك الوقت الحواج ايه. عيال الحواج نعم. عيال الزيرة يعني تقي الزيرة وجواد الحواج وذلك كله ربينه بيت عيال فخراوي وعيال الحمد وعيال التحو الله يرحمه الدكتور أحمد التحو يعني كلنا ترى عشنا في هالمنطقة نعم. لذلك احنا يعني ربينا مع بعض يعني كأن تقول كأن رابين في فريج صحيح بس فريج السوق انه فريج السوق نعم. بطارق ما يالك يعني شعور أنه بذاك الوقت وانت تعمل كان ودك أن تدش في العمل الحكومي كان توها البدايات العمل الحكومي أو تشتغل في شركة ثانية ولا يعني كنت مجبرا أنك تعمل مع الوالد أنا والله يعني الظروف اللي خلتني أكون مجبر لأن يوم شفت الوالد بحاجة إلى من يساعده أصلاً الرغبة في العمل الحكومي أو في أي شركة من الشركات الخاصة ما كانت على بالي لأن دا أحس أن اليوم عمل الخاص الواحد خليك تنطلق أكثر بالضبط يعني تحس أن أنت اليوم محتاج يعني هذه عملك وجهدك وأي عمل وأي جهد تبذله بينصب في داخلك يعني هو لذلك وهذه تعلمت من خلال تجربة عشتها وشفتها في الثانيين الجيل اللي وياي الثانيين نعم. اللي كانوا يشتغلون نفس التفكير عندهم نعم. وفعلا وهذه اللي صار يعني لذلك أكثرهم ذولي ما شفتهم اشتغلوا وأكثرهم نعم. امتهنوا وواصلوا في تجارتهم وطوروها نعم. طبعا الوالد الله يرحمه يعني في سنة 83 عندما يعني انتكست حالته وتعب وصار مرض عضال ما تمكن من مواصلة فأنا حسيت أنه الآن تحملت المسؤولية وقعت عليه مسؤولية وكان لازم أني يعني أقوم بهالمسؤولية هذه وتجاه العمل وتجاه أخواني أيضا نعم. فلذلك أيضا أخواني بعد قدروا هذه التضحيه الموجود نعم. ولذلك يعني بعض يعني لذلك هم أيضا التزموا وياي بعدين ودخلوا وياي ووافقوا أن يستمرون في العمل معاي ولذلك الحين تجد أن الأربعة منهم نعم موجودين في الشركة بدأوا يعني في الشركة نعم بطارق أنت الآن رئيس مجلس إدارة هذه الشركة نعم أول نعم. راتب استلمته كم كان نعم من الوالد وأنت تشتغل معه شوف إحنا ايه؟ الوقت اللي يمكننا نشتغل مع الوالد في البداية أصلا ما كان
يعني ما في معاش أي. بدون معاش أي. فقط انت كنت تحصل على مصروفك اللي تحصله مو محدد يعني انت على مزاج الوالد المدخول انت عايش في بيت الوالد ومحمول من كل شيء نعم ولذلك حتى مصروفك مصروف الجيب اللي تاخذه هو شيء العادي اللي قاعد فما كان في مبلغ شهري مقطوع يعني تاخذه على اساس انه يصير لك وهذه يمكن درجت مع كل اللي اشتغلوا في ذيك الفتره في ذي الجيل كانوا بنفس الطريقه حتى احيانا انا كنت اسال ربعي وهذه اللي كانوا موجودين قالوا احنا ابهاتنا وقت اللي نبي يكون مغني شيء يعطونا بس ما يحدد لي مصروف ولا كان بعد اكثر المحلات بعد ذاك الوقت تجار مثل ما تقول نفس الشيء يعني اكثرهم ساكنين في بيوت ابهاتهم وكل مصاريفهم مشوله نعم. محمولين أستاذ عثمان شريف خلني أخذ أيضا جزء مهم في حياتك وهي غرفة البحرين للتجارة ولما تصفح بصفحات هذه الغرفة دائما أنا أشوف اسمك في أكثر من دورة كنت موجود فيها وعضو فعال في كثير من اللجان مالته شنو قصة الغرفة؟ شلون دخلت؟ والله الغرفة شوف دخولنا الغرفة يعني هي كانت أيضا رغبة ولما احنا وجودنا كجيل في جيلنا يعني كنا في السوق وكنا نتابع أنشطة الغرفة نعم وكنا نتلاقى بشكل مستمر مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأعضاء واحنا كتجار أيضا كنا ملزمين أن نكون أعضاء في الغرفة نعم كتاج لازم تسجل نعم. في الغرفة فكنا نتردد على الغرفة والغرفة كان وقتها يعني لها صلاحيات ولها مسؤوليات أيضا لأن كنا ناخذ ترخيص موسم التخفيضات نعم. اللي تصير مرتين في السنة من الغرفة كنا ناخذها من الغرفة صحيح وكانت لنا ساعة نحضر بعض المعارض اللي تصير الشركات اللي تيجي وتعرض بعض الكتالوجات والشغلات وأيضا اللجان اللي موجودة في الغرفة كنا نشارك فيها فصارت لنا رغبة مرة أتذكر يوم وصلنا إلى مرحلة معينة في 89 شكلنا قائمة أنتوا التجار بروحكم أربعة أربعة من الشباب أنا وتقي الزيرة وعادل الصفر وإبراهيم هرمس حلو أن سميناها قائمة الشباب الشباب وأن بندخل الانتخابات في 89 وكنا تونا يعني أول دورة فالكل يقول لنا يعني وفعلا عارفين أنه يعني أنت بتدخل الانتخابات أمام يعني ناس يعني مخضرمين ولهم اسمهم من بيوتات التجارية اللي معروفة يعني لكن احنا قلنا يعني لابد من ذي والحقيقة اللي كان شجعني على هذه الله يرحمه الشيخ علي العوضي الله يرحمه الشيخ علي نعم صديقي البحرين هو كان عضو مجلس إدارة وقتها في الغرفة وكان دائما يحث وكنا نتردد عليه للأمانة يعني شخص محترم يعني ودائما كان يشجع ويقول أن لابد أن أنت وتيون وتستلمون وتدخلون وتعلمون كون فرصة حق الشباب يعني نعم فبدينا دخلنا الانتخابات ولكن للأسف لم يحالفنا الحظ نعم هذه أول مرة وكان متوقع فكرنا أن إحنا ليش ما ندخل لجان الغرفة بدل ما نروح على طول في مجلس الإدارة بالضبط فبدينا نعمل في لجان الغرفة أول لجنة اشتغلت فيها لجنة مع الأخ عبد النبي الشعلي كان يرأس وهو هاي اللجنة أسسها في أول السنة كان اللي هو دخلها واللي احنا ما دخلنا فيها نعم. هي لجنة التجار الآسيويين وكان يرأسها الأخ عبد النبي الشعلي ومشعل نعم. ودخلنا فيها واستمريت فيها ليه ما طلعت وهذه اللجنة خلتني أيضا أكون قريب من التجار الآسيويين
اللي موجودين، وقريب أيضا من أعضاء مجلس الإدارة، وقريب أن أكون خلتني أحضر كثير من الفعاليات اللي تصير، وبدأت تتعرف الآن أو تتلمس عن قرب عمل اللجان وعمل الغرفة والتجار. بالضبط، وهذه اللي أيضا خلاني أن الدورة اللي بعدها مباشرة أدخل بشكل مستقل يعني. وكنت وقتها معروف عند الأوساط التجارية، ويوم شافوا أيضا بعض الأعضاء يعني اللي اشتغلت وياهم في ذيك الدورة أن جاد وفعلا عندي رغبة وعندي طموح، فادعموني أيضا. من كان رئيس الغرفة في ذاك الوقت في أول دورة أنت دخلت فيها؟ في كان الله يرحمه أبو شوقي الأخ علي بن يوسف فخرو. نعم رحمة الله عليه. والحقيقة مجلس الإدارة كان اللي دخلت في ذيك الدورة يعني كان مجلس قوي، ومجلس كان فيه شخصيات المخضرمة التجارية. بالضبط. بطارق أنت كنت أصغر واحد فيهم. نعم. شون كان تأثير أنك أنت تكون مع هالشخصيات الكبيرة اللي لها وزنها تجاري وأنت الصغير عمراً وسناً وتجربة يعني؟ والله أنا تشوف تجربتي وياهم أن لمست منهم أنهم فعلاً يعني للأمانة أنا استفدت منهم كثير، تعلمت منهم كثير، وكانوا هم أيضا يعني دائما يدعمون توجهي وينصحوني في أمور كثيرة، وكنت أنا مستمع خصوصا في الدورة الأولى كنت مستمع، خصوصا في اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان كنت مستمع أكثر من ما أني كنت أتكلم، على أساس أن أبي أعرف آلية العمل، آلية تراقب الآن طالع آلية العمل في اللجان. نعم. طريقة طرح المواضيع، طريقة مناقشة الأمور والمواضيع. حلو. فيعني كنت وتعلمت من الحقيقة هذه، وللأمانة يعني تعلمت من أبو شوقي أن الإنسان شلون يكون قيادي. الله يرحمه. وكان فعلا يعني الله يرحمه كان شخص سواء للكبير والصغير يعني كان يحترم وجهات النظر ومستمع أيضا. أيضا استمريت أستاذ عثمان في شريف في الغرفة. يعني بعدها صارت الدورة الثانية اللي بعدها أيضا بعد أنت يعني عملت فيها واستمريت في هذا العمل يعني. نعم، الدورة الثانية أيضا كان بشوق الله يرحمه هو بعدها فيه قبل أن يعتزل العمل في الغرفة. أيضا يعني هذه مكنتني شوية أن شوية في الدورة اللي بعدها أن أكون أكثر صلابة على أرض صلبة الآن. بالضبط. نعم. بالضبط يعني تمكنت. صحيح. وصارت عندي الخبرة والدراية في 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 طرح الأمور والمواضيع، وأيضا المشاركة في الاجتماعات اللي تصير. نعم. الخارجية أو اللجان المشتركة. نعم. فهذه اللجان المشتركة صرت أدخل في عضوياتها. نعم. وهذه بعد أيضا تسقلك أكثر. صحيح. 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 أيضا المشاركة في الاجتماعات الخارجية في الاتحادات الدولية يعني في المنظمات، يعني عندك منظمة العمل العربية. نعم. منظمة العمل الدولية. فأنا ركزت على هذه المنظمتين على أساس أن يعني أتعمق في عملها ورؤيتها في عملها وفي أيضا خصوصا لها علاقة لأن مواضيع العمل وهي الاجتماعات فيها، لأن فيها بين أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومات وأصحاب العمل والعمال. نعم. لذلك أنا الوحيد اللي استمريت في حضور الاجتماعات من ذيك السنة إلى أن طلعت من الغرفة. نعم. يمكن حوالي 20 سنة. وأنت مستمر معهم؟ كنت أحضر بشكل دوري. نعم. وأيضا دخلت مجالس إدارات المنظمات هذه، ودخلت في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية،
وهذه كانت مكسب للبحرين الصراحة. والله مثل ما تفضلت يا أبو طارق، يعني وجودك أنت في هذه المنظمات إضافة إلى خلال الخبرة الشخصية والعلاقات اللي أنت استفدت منها وفتها للبحرين، أيضا اسم البحرين كان يتردد في هذه المنظمات الدولية، وهي مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا أن تكون أنت أبو طارق موجود عندنا في هذه المنظمات. بعد دورة أبو شوقي أيضا دخلت إلى دورة ثانية، دورة خالد كانو. دورة خالد كانو. نعم. وهني بعد أيضا شاهدت بناء الغرفة وبداية الغرفة وكيفية الانتقال إلى المبنى الجديد. دورة اللي صارت بعدين الأخ خالد كانو يفيها، طبعا احنا مبنى الغرفة الحالي اللي كان موجود في وقتها كان يعني ما كان يستوعب انه يكون صح كبيت للتجار، كل التجار. وفي نفس الوقت يعني انت اليوم تبي توسع وتبي تطور العمل والاداء الغرفه، ف كان لابد ان نشوف لنا موقع ثاني. فالحكومه برئاسه سمو رئيس الوزراء الله يرحمه يعني هو شجعنا على هذا الشيء وبادروا بمنح الأرض للغرفة. نعم، اللي موقعها الحالي. موقعها الحالي. نعم. والأرض هي ما كانت هي هذه الأرض. قصر داخل. الأرض كانت داخل. إيه. فالله يرحمه قال لا، هذه الغرفة لازم تصير على الشارع بارز. الرئيسي. نعم. في مكان بارز. إيه. هاي صرح اقتصادي. نعم. لازم أي زائر وأي واحد يمر على الشارع أي البحرين يعرف أن هذه غرفة البحرين. الله. الله. شوف الرؤية والرؤية شلون تكون. نعم. يعني والله يرحمه يعني كان له دور في هذه، وهو اللي وضع حجر الأساس بعد أيضا فيه، وأيضا الحكومة ساهمت بجزء من المبلغ من تكلفة المبنى. من تكلفة المبنى. نعم. وهذا يؤكد يعني دعم الحكومة للقطاع الخاص. نعم. لأنه هو فعلا شريك يعني في اتخاذ القرار. صحيح. بعد الله يسلمك كنت في الدورة بعد اللي بعد ذلك مع الدكتور عصام فخر. نعم. يعني ما شاء الله عليك أبو طارق، أنت حضرت دورة علي بن يوسف فخر. نعم. دورتين، ومن ثم خالد كانو، ثم الدكتور عصام فخر، وأيضا خالد المؤيد. نعم. يعني ما شاء الله مخضرم في الغرفة كنت يعني. نعم أنا مخضرم. خلينا ننتقل الآن أيضا لجانب آخر في حياة الأستاذ عثمان شريف، التجارة والسياسة، دخولك للمعترك الانتخابي، وكنت في من أوائل الناس اللي لبوا نداء الديمقراطية في البحرين، وأيضا المشروع الإصلاحي سيد جلالة الملك من خلال الانتخابات. ايش اللي خلاك تدخل هذا المجال؟ والله اللي خلاني أدخل الانتخابات، أنا كنت أتابع من البداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. نعم. وكنت جدا فخور يعني بهذا المشروع، لأن هي مرحلة انتقالية ونقلة نوعية. واليوم حسيت يعني أنا بعد أيضا أن ترى إحنا يعني، وأنا شخصيا عضويتي في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، ترى كنت أحسبها أنها برلمان مصغر. صحيح. لأن كنا نناقش فيها. نعم. مواضيع نطرح فيها رأي ونختلف ونتفق. بالضبط. نعم. وفي نفس الوقت كنا يعني نرفع مقترحاتنا إلى. نعم. الحكومة. صحيح. والرسائل التي جينا لسناد رأي. فكنت عايش هذه الدور. نعم. فقلت ليش أنا يعني اليوم ما أوسع الموضوع ما دام هي اقتصاد وسياسة. نعم. واليوم الاقتصاد والسياسة هي وجهين لعملة واحدة. صحيح. اليوم كانت قبل كان الاقتصاد يخدم السياسة، الحين السياسة تخدم الاقتصاد. صحيح. فهذه اللي خلاني أتشجع، فمشينا في هذا الموضوع إلى أن تم الإعلان عن أن أصدر جلالة الملك المرسوم بتشكيل مجلسي الشورى والنواب. نعم. فهني زادت الرغبة وقلت خلاص أنا خلني أدخل هذه المعترك. فكرت فيها
وقلت خلاص أنا إن شاء الله توكل على الله, توكل على الله وما أدخل فيها. ورغم أن فعلا كانت صعبة يعني, والتجربة الأولى كانت تجربة يعني الأولى فعلا. فأولاء واللي كانوا وياي يعني الدائرة كلهم يعني ناس ما شاء الله يعني لهم لهم سمعتهم صحيح. ولهم وضعهم يعني. نعم. فالحمد لله بتوفيق من الله قدرت أني أفوز في الدائرة ودخلت في سنة 2002. نعم. وبعد دخولي كانت يعني اللجنة الوحيدة اللي كانت فعلا أشوفها كنت مناسب لي وكذا كانت اللجنة المالية والاقتصادية بحكم الاختصاص, حكم اختصاصك. نعم. أي. فدخلت في اللجنة هذه وأتذكر كانوا معي ما شاء الله يعني مجموعة مثل جهاد وكمال, جاسم عبد العال. نعم. الأخ عبد النبي سلمان. نعم. الأخ عيسى أبو الفتح, والأخ عبد العزيز المير, والأخ حسن بو خماس, والأخ جاسم الموالي. ذولي كلهم ما شاء الله يعني كلهم باعهم مجالهم في مجالهم. صحيح. في نفس المجال. صحيح. يعني. نعم. وشكلنا خلال من 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 خلال الكتلة الاقتصادية. صحيح. للمجلس. نعم. فأنا استلمت رئاسة المجلس اللجنة ذي في بداية العمل, في بداية في أول دور انعقاد. نعم. وحطينا الأسس اللي نبتدي عليهن ونناقش فيه الأمور والمواضيع, وبديت هذه الدورة في 2002 ل 2006. بعدين 2006 أيضا بعد ما انتهت دور الانعقاد الأول, دور الانعقاد الثاني دخلت أيضا ولكن ما حالفني الحظ الفوز, دخلت في الدور الثالث. نعم. دور العقادة الثالث. والحمد لله يعني دخلنا وتمكنت من أيضا أني يعني أفوز في هذه الدائرة. وكنت في نفس الوقت أنا عضو في مجلس إدارة الغرفة. نعم. وكنت ونائب, ففكرت قلت يعني لابد أن يكون في لجنة مشتركة بين الغرفة وبين مجلس النواب. نعم. فشكلنا لجنة مشتركة بيننا وبين مجلس النواب, وأيضا كانت اللجنة هذه معنية في مناقشة كثير من الأمور والمواضيع الاقتصادية والتشريعات اللي كان المجلس أحيانا يدرسها وكان يناقشها. فكانت فرصة أن أنت أيضا تبي رأيك وجهة نظرك. صحيح. في الاجتماع المشترك. نعم. وهي ساعد كثير أيضا في اتخاذ القرارات المناسب. نعم. المناسب لها, ولله الحمد يعني هذه كلها أعطتنا خبرة أكثر وخلت تتعرف أكثر على كثير من القوانين. صح. والأمور والمواضيع والمجتمع اللي بشكل أكبر يعني. بالضبط. ايضا في جانب اخر قد يكون الناس كثير تغفل عنه لما يجيب طاري عثمان شريف, كان دائما الناس تشوفه كرجل اعمال وناس شافته كايضا رجل برلماني, ولكن الرجل الرياضي عثمان شريف كان رئيس نادي البحرين, عضو في مجلس اتحاد كرة القدم. شو اللي خلاك تدش الكرة وانت ما لعب كرة يعني في نادي وكذا كذا, ولكن رئيس مجلس إدارة نادي البحرين؟ ولا مو أي نادي, نادي البحرين بعد. خلنا أقول لك إيش اللي خلاني أدخل. الناس يقولون لي أنت من الحج اللي مدخلك نادي البحرين. إيش اللي جايبك هنا يعني؟ أنا لأن معظم ربعي وزملائي في الدراسة يمكننا في مدرسة الهداية كلهم من المنطقة نادي البحرين. نعم. نفس المنطقة. أي أي. لذلك فالزمال والصداقة مثل ما يقولون الصاحب ساحب. صحيح. يا أبوك النادي. قالوا لي ليش ما تين نادي وتعال ويانا, فكانوا ويانا مثل الأخ راشد بن دينة. نعم. والأخوان خالد جمعة اللي كان في بنك البحرين الوطني, والأخ عبد العزيز وشيري. فكلهم فكنت انا يعني بعد احيانا في العطل وفي احيانا العصاري اي النادي نطالع التدريب والتمرينات, وفي نفس الوقت ندخل النادي ونشوف الانشطه ونلعب تنس وما شابه بشكل ذي. لكن في 78 تحديدا
هو في نفس الأسبوع اللي أنا تزوجت فيه دخلت مجلس الإدارة. الله. حتى تقول لي زوجتي مطارق شنو وضعها يعني. تقول لي أنت خدت انتين خدتني هاني زين في نفس الفترة. فدخلت مجلس الإدارة كعضو مجلس إدارة واستمريت معاهم فيها، وكانوا معانا مجموعة ما شاء الله. وقتها كان رئيس النادي جاسم مراد. نعم الله يرحمه. واستمرينا لفترة، وبعدين جاسم مراد صار رئيس فخري. والشيخ وبعدين السيد سلمان بن أحمد الغتم. نعم. صار رئيس النادي. صحيح. وبعد سلمان هي الشيخ سلمان بن عيسى بن خليفة. نعم. وبعد الشيخ بعدين يستلم الشيخ خليفة بن عيسى. نعم. أخو الشيخ سلمان. نعم. بعدها استلمت أنا رئاسة النادي في 94 لمدة سنتين ل 96. فكنت رئيس النادي. يعني العمل في الأندية هي عمل شوي يعني متعب وشاق يعني اليوم، خصوصا هو أكيد لا شك إن أنت ساعات انتمائك للنادي نفسه يخليك أنت تخلص في عملك، وفي نفس الوقت لما تشوف عندك ناس زملائك الثانيين اللي وياك في العمل من خلال اللجان أو من خلال الإدارة مجلس الإدارة متعاونين معاك وداعمينك. نعم. فطبيعي شيء انك انت يصير عندك شغف وحب العمل معهم. نعم. في العمل التطوعي والعمل. نعم. العمل التطوعي. اي نعم. فلما خلصت الدورة فكرت انه خلاص يعني ما استمر في العمل الرياضي، لان كان عندي جزء من عمل الغرفه. نعم. في عضويه الغرفه. صحيح. فقلت شوي ما ابغى اتشتت. نعم. لكن الله يرحمه الشيخ عيسى قال لا انت الحين شلون تقدر تخليك تهلو، احنا عندنا بنشكل مجلس اداره حق اتحاد القدم. فابيك تكون في اتحاد القدم. نعم. قلت له والله الشيخ ما رد لك طلب، لكن يعني ان شاء الله يعني نكون قد المسؤولية. قال لا ان شاء الله بتكونوا معك الشيخ سلمان بن محمد بن سلمان الله يرحمه. نعم. هو بيكون الرئيس وبنشكل مجلس الإدارة وانت بتكون نائب الثاني للرئيس. فقلت له توكل على الله. فطارق أنا يعني يدفعني لسؤال، يعني أنت الحين دخلت في الغرفة ودخلت في الاتحاد وقررت في النادي وعندك عملك الخاص وأيضا كنت نائب، وين الوقت؟ والله أنا شو القسمة؟ أنا والله كنت يعني أقسم الوقت، بس هذه كان على حساب البيت. أيه. وعلى حساب صحتي. نعم. أيه صحيح. وعلى حساب عيالي. نعم. لكن يعني أنا من النوع اللي يعني إذا استلمت شيء مسؤولية تحب تخلص فيه، أحب يعني. أخلص فيها. نعم. يعني ما أحب أتهاون فيها. وهذه فعلا اللي كانت على حساب بيتي وعلى حساب صحتي. أحيانا حتى زوج تقول لي أنا يعني بوصي أي واحد يتزوج ما تزوج تاجر أول شيء لأن وقته مبلغ وباله مبلغ على طول. اي اي. يعني حتى ساعات اقول له ما عليه ان شاء الله بي الوقت اللي الواحد بيرتاح فيه وبيستقر وبيرتاح. قالت متى انا اقول التاجر. نعم. هاي هو سجن ارادي. اي هو اختار بنفسه فلذلك يعني يبتدي فيه. انا بس هني بعد مطارق يعني ما شاء الله على هالتجربه الجميله اللي انت عملت فيها وخذت فيها، لفت انتباهي انك انت عملت مع شخصيات مميزه، شخصيات قياديه، شخصيات نكن لها كل تقدير ومحبه واعتزاز. يعني بعض الاسامي لا الحصر، فخرو، خالد كانو، عصام فخرو، خالد المؤيد، اشتغلت مع عيسى بن راشد، اشتغلت مع شخصيات متميز، خليفة الظهراني الله يطول عمره. هاي الشخصيات اللي عملت فيها وكنت. نعم. أعمل معاها عن قرب أيضا. نعم. ماذا أعطتك من 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 خبرة؟ ماذا أعطتك من رسائل أنت فادتك في شخصيتك؟ طبعا كل الشخصيات هذه اللي اشتغلت معاها سواء كانت في الغرفة ولا في مجلس النواب ولا في الرياضة
يعني علمتني شيء في حياتي. نعم. يعني تعلمت منها أول شيء الإخلاص في العمل، رحابة الصدر، وأن تكون مستمع، وأن تخلي صدرك وسيع شوي. نعم. تقبل. نعم. الانتقادات وتقبل الأمور كلها. يعني هذه، لأن هاي الحياة مدرسة، وهذه الخبرة اللي تكتسبها من الأشخاص ذلين المخضرمين هي الحقيقة ما تحصلها أنت، هي ما تدرس. صحيح. في جامعات. نعم. ولا كذا. نعم. نعم. هي من الخبرة العملية. صحيح. والتمرس هي اللي تصقل شخصية الواحد. نعم. نعم. فهذه ولله الحمد، يعني أحس أن أنا يعني شخصيتي تكونت من الخبرة اللي استلمتها وخدتها من القياديين اللي اشتغلت معهم. جيل الشباب يبي يأخذ من عثمان شريف، ماذا تنصح جيل الشباب من خلال خبرتك العريضة؟ والله أنا دائما مثل ما أنصح الشباب أنصح عيالي وأقول. نعم. لهم بعد نفس الشيء. أول شيء الأمانة والإخلاص في العمل. نعم. التقبل الرأي والرأي الرأي والرأي الآخر وعدم الانفعال. ما في شيء ما له حل. نعم صح. وهذا شيء من الأشياء اللي أنا تعلمتها. الله يرحمه الشيخ عيسى بن راشد. نعم. رحمة الله عليه. قال لي كلمة مرة لازلت أتذكرها، يقول لي شوف يا عثمان، الموضوع إذا اليوم ما قدرت تحله الأيام تحله. الله الله. خله بينحل. خله. الأيام بتحله. نعم. وفعلا يعني هذه دائما أنا لما أشوف تواجهني هالأمور هذه أخليها. أخليها إن ما انحلت اليوم بتنحل. بتنحل بالأيام. نعم. اللي يعني. نعم. بعد هالخبرة وهالعمر وهالتجربة، هل حقق عثمان شريف كل طموحات؟ شوف، الطموح ما له حدود. الطموح ما له حدود، ولكن أنا أقول ولله الحمد، يعني أقدر أقول إن أنا حققت معظم الطموحاتي اللي كانت في بالي، والحمد لله. يعني اللي أنا يخليني راضي عن هذا الشيء هو رضا الناس الحمد لله عني. نعم. وعن أعمالي وعن يعني كل جهودي وأشياء، وهذه بحد ذاته يعطيك راحة ويخلي لك ضمير مرتاح. صحيح. بطارق، يمكن الناس دائما تشوف رجل الأعمال بصورة الرجل الناجح، ولكن ما تعرف هذه الجليد ماذا تحته من صبر ومن تعب ومن سهر وأمور. يعني وفعلا تفضلت فيه، يعني نظرة الناس لرجل الأعمال خصوصا لما يشوفونه مثل ما تقول يحسدون على ما هو على وضعه وما. نعم. هو فيه ما يدرون. اي ما يدرون وش اللي شو اللي وراه. لكن انا اقول اليوم ما في عمل او ما في شيء من غير تعب. صح. بس النصيحه اللي انا فعلا يعني دائما انصح فيها اي مبتدئ او اي شخص أو رواد الأعمال. نعم. في بداية عملهم أنهم لا يندفعون ويبتدون في أي مشروع قبل لا أنهم يعني يعملون لدراسة جدوى. نعم. ويستشيرون ويتأكدون من طبيعة النشاط ويستعينون بأصحاب الخبرة، بيوتات الخبرة. نعم. اليوم يعني اليوم ما صارت التجارة مثل ما كانت قبل على أو نبتدي فيها على طريقة بدائية. صحيح. نعم. اليوم لا، اليوم لازم تكون مدروسة، تضع استراتيجية ودراسة جدوى وتأكد مدى يعني احتياج السوق لها. صحيح.
على ضوءها على أساس تضمن استمرارية وتضمن نجاحها. سعادة الأستاذ عثمان شريف بطارق، شكرا لك على هذا الوقت، وشكرا لك على هذه الرحلة الجميلة اللي خذيتنا معاك فيها، وكل التقدير والتحية لك. والله لا شكر، أنا واجب. والحقيقة أنا يعني أتمنى يعني أكون قد يعني قدمت وقدمت ما قصرت، خذيتنا في محطات جميلة من الحياة. يعني هناك الواحد فيه أشياء كثيرة يعني إنسان ما يذكرها، لكن في سياق الحوار والكلام ساعات أحيان تطلع لك أمور وأشياء. الله يحفظك يا مطارق، ما قصرت، الله يسلمك، مشكور، تسلم، الله يجزيك.